بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الحمد لله رانا عاودنا رجعنا لكم. اسمحوا لنا بركي هذاك على رداء الصوت، راح كنتنا على قريب شويه، ادعوا لنا معكم بالشفاء وكافه الناس اللي راهم مرضى. اليوم عندنا جهاز من شركه ايكون، ايكون سي 40. في هذا الفيديو راح نحكيوا على المواصفات تاع الجهاز، واش فيه لداخل كوم دي كاركتيرستيك لداخل، سيرفر اي بي تي في، التطبيقات اللي كاين لداخل، محتوى العلبه، ونحكيو ثاني كيفاش نديرو له تحديث وكيفاش نديرو له ملف قنوات اللي راح نحطوهم كيما العاده اسفل الفيديو للناس اللي حابه دير اخر تحديث وحابه دير ملف تاع قنوات مرتب في قمر نيسات استرا او هودبل. اول حاجه الجهاز قلنا من شركه ايكون كما راكم تشوفوا، بحجم صغير. محتويات العلبه قبل ما نفتحو، عندنا كابل اتش دي ترانسفو، فيش اير ولا ليد ديسبلاي، تيليكوموند، بلوس الجهاز. راح نفتحو الجهاز هذا ونشوفو واش كاين فيه ونحكيو شويه على المواصفات تاعو. بسم الله. بسم الله. هذا هو الجهاز ايكون سي 40. هذا الجهاز يتميز بحاجة باقي الأجهزة اللي تجي مني، أنه يقرأ بطاقات البث الأرضي المتواجدة فيه. هذا هو السبب الأول اللي خلانا نراجعه، نديرو له مراجعة، أنه بزاف ناس طلبت منا نجيبو لهم أجهزة اللي تكون ميني، السعر تاعها مناسب، وأيضا تكون تقرأ بطاقة البث الأرضي. نعاودو نحكيو، الجهاز فيه 18 شهر، الحمد لله، فيه 18 شهر سيرفر فانيلا، فيه أيضا شهر سيرفر إي بي تي في جوجو إي بي تي في، يعني هذا من الأجهزة القليلة الصغيرة اللي تحمل تدعم اي بي تي في جوجو، يعني واحد يقدر يشريه بسوم رخيصه، السعر تاعو يدير 380 حتى 450 الف بدون كلي واي فاي، ويدعم لك الجوجو، يعني تشريه بسوم رخيصه ومن بعد ترينوفلي فيه الجوجو تفرج بطريقه عاديه. بون، هذا هو الجهاز كيما راكم تشوفوا، تيليكوموند ايكون ولا ساتيليميت كامل يمشو. الفيشيير تاع الايكون ماشي كيما اللي تجي في تاع جيون صار صح. كابل اتش دي ام اي، ترانسفو، وسكوت دوبل فاس، شهادة الضمان، وليبيد كيما راكم تشوفوا. راح نركبوا الجهاز ونشوفوا واش كاين في الجهاز لداخل. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا، هذا هو الجهاز، هذا هو المينيو تاعو. راح نركبوا له فلاش ديسك ونكملوا كيفاش نديروا له التحديث واش كاين فيه التطبيقات ونرجع لكم. فوالا ندخلوا للسيتينغ، بعدها عندنا اوبغريد، يو اس بي اوبغريد، ندخلو في USB تاعنا، راح نحوسو على الملف تاع الايكون، فوالا سي 40. بون، هذا هو التحديث، نديروه ونخلوه يتميزاجور بالعقل. تأكدوا بركي تكونوا ديروا لي ميزاجور، ما تنحوش الفلاش ديسك، ما تنحوش الترونسفو تاع الاليمونطاسيون. مهم ما تسيوش طفيو الجهاز مهما كان، ايكون ستار سات جيون، اي جهاز يكون في مرحله تحديث ما تحاولوش انكم تفصلوه على الكهرباء، لخاطر يروح لكم في البوت ويولي لازم يدعمبا، وهذا مشكل كبير. نكملو خلوه يتحدث ونرجع لكم. فوالا بعد التحديث واش راح يصرى، راح يطفى الجهاز ويعاود يشعل من جديد ويعاود يخرج لكم هذا الواجهه. بون، نبداو الحاجه الاولى،
نتورك، راح تجول لهنا كونفيغوراسيون تاع النتورك، وهنايا تركبوا لاكلي تاع الواي فاي تاعكم وتخيروا الواي فاي تاعكم، ديروا مود باس اذا عندكم مود باس وتكونيكتيوه بالمود باس. من بعد راح تجول لهنايا فونيكس لايت ولا الفانيلا، راح تاكتيفيو الكود هذا بالخضراء يتاكتيفا سور بلاس وسيبو يولي عندكم فيه مدة تاع 18 شهر. هذه وحدة. ثاني حاجة راح نجول لهنا لي زاب، تلقاو اللوغو تاعكم هاوليك فيه دعم ثاني الاكستريم. شوفوا برك هذه ويب تي في واش فيها، ما راحش تمشي باش نتاكدوا برك. الان راح نحدثوا القنوات، تحديث تاع القنوات اوبغريد توجور اي اس بي اوبغريد، عفوا داتابيز اوبغريد، نو عندي داتابيز اوبغريد، ندخلوا في داتابيز اوبغريد ونحوسوا على الايكون سي 40 وهاي ليك داتابيز تاعو. خلوه برك يتك رابيدمون يعاود يجيب لنا الداتا، يطفى كيما طفى من قبل ويعاود يشعل من جديد. هنا راح يولو عندنا ثلاث اقمار كيما قلنا لكم، نيلسات هولد بيرد واسترا مرتبين كلش واجد. ما عليكم غير تركب سينيال تحكم تفعل السيرفر تاعك وتبدا تفرج. هذه هي المراجعه اللي كانت اليوم على الجهاز الايكارونت ايكون سي 40 كيما قلنا، فيه 18 شهر سيرفر فونيكس ولا فانيلا، فيه شهر جوجو اي بي تي في، الجهاز يدعم بطاقات البث الارضي، الجهاز يدور بي جي بي دونك لي واي فاي، جهاز بسيط صغير وما فيش مشاكل بزاف لحد الان الساعه، ما فيش مشاكل بزاف ابار سيرفر تاعو اذا كان يتوقف ولا حاجه، هذيك راه جايه من المصدر يعني من عند السيرفر، من عند الشركه اللي تخدم سيرفر. الجهاز سعر تاعو ما بين 350 حتى 450 الف على حساب الولايات، حنا عندنا راه متوفر ب 380 الف. مرحبا بكم خاوتي.